عائلة عراقية راحوا لأمريكا ما يعرفوا ولا طكة بالإنجليزي. أول ما وصلوا أشروا لأبو التاكسي صحوا له تاكسيشن ودينا للمطعم نيشن نأكل تمنيشن ودجاجيشن. راحوا أكلوا وشبعوا ورجعوا لأبو التاكسي قالوا له ودينا للفندقيشن. فبالطريق الأب قال ترى اللغة الإنجليزية كلش سهلة وتافهة. فأبو التاكسي دار وجه وقال والله لو ماني عراقيشن كان أكلته خريشن.